من هو مخترع تيك توك؟ مرحبا واهلا وسهلا بكم اعزائي في هذه الحلقة الجديدة، والتي اردنا ان نوضح من هو مخترع التيك توك وانتشاره بشكل عالمي. اعزائي، العالم او الشخص الذي اخترع تيك توك يدعى تشانغ هي مين. هو رائد أعمال صيني من مواليد عام 1983، قام بتأسيس شركة خاصة به في عام 2012، حيث بلغت قيمتها في عام 2019 ما يقارب المليار دولار أمريكي، وبلغ عدد مستخدمي تطبيق تيك توك حوالي أو أكثر من مليار مستخدما ناشطا شهريا. أعزائي، فبالتالي إلى اللقاء في حلقة أخرى وجديدة بإذن الله سبحانه وتعالى.